كان الشهر اللي فات بدأ شكل من الاجتماعات مختلف. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب لزيارة خاصة للوادي الجديد، وكان اجتمع مع محافظ ومع بعض قيادات المحافظة، وكان من هناك تم ذكر انه هيبقى في شكل من اشكال الاجتماعات الدورية بهذا الشكل على ارض الواقع، واجتماعات مباشرة مع القيادات في المحافظات المختلفة ابتدت بالوادي الجديد، وشكل مباشر من النقاش عن التحديات وايه اللي بيحصل جديد في كل محافظة محافظات الجمهورية. الاجتماع المرة دي كان في بورسعيد، والحقيقة أنه رئيس اجتمع مع لواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية الطلابية بالمحافظة، وطبعا بمشاركة رئيس الوزراء وحضور وزاري موسع. يمكن بورسعيد نقطة هامة هنا جدا نظرا للكثير اللي بيحصل في داخل محافظة بورسعيد تحديدا. احنا بنتكلم ان بورسعيد اول الاماكن اللي هيتم فيها بدء التأمين الصحي الشامل. هذه تجربة جديدة، تجربة البرنامج الجديد اللي كلنا مستنيينه، ويمكن في تركيز هام من قبل الوزارات المختلفة على إنجاح هذه التجربة في أول الأماكن اللي هيتم البدء فيها وهي بورسعيد. أيضا الرئيس وجه بمواصلة العمل الجاري لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها لسابق عهدها بعد أن تقلصت المساحة كثيرا بسبب التعديات على مدار العقود الماضية. أيضا تم مناقشة الكثير من المشروعات في الداخل، تحديدا من أهم المشروعات طبعا تنمية شرق بورسعيد، ده بيتضمن إنشاء امتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس. معانا المزيد من المتابعة أستاذ محمد فريد، أحد صغار المستثمرين في بورسعيد، وكان أيضا حاضر اجتماع اليوم. أستاذ محمد أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. تقدير حضرتك لاجتماع النهارده، إيه أبرز المناقشات اللي دارت أو اللي دارت خلال هذا الاجتماع؟ والله يا فندم، هو مبدئيا احنا بنشكر سيادة الرئيس على إتاحة الفرصة دي في إطار بروتوكول إن شاء الله يعملوا لقاء شهري لرجال أعمال والشخصيات العامة في كل محافظة. صحيح. احنا بنشكره على المبادرة ديت، وبداية اللقاء تم استعراض المشروعات التنموية اللي تمت على أرض مستعيد الفترة اللي فاتت خلال الأربع سنين اللي فاتوا، والتحديات اللي المشروعات العظيمة اللي كنا بنفتخر بيها في كل أنحاء مستعيد، وخصوصا في المدينة الواعدة مدينة السلام شرق قناة السويس. طيب خليني اسالك يا استاذ محمد، يعني دايما الرئيس بيهتم بدعم الشباب، وتحديدا النهارده كان في حديث عن انه بعد الانتهاء من الكثير من المصانع وانشاء المصانع انه يكون في دعم من قبل المحافظه، نبتدي نفتح ونشغل ونشغل شباب ونشغل عمال والحركه تمشي يعني زي ما بنقول. في هذا الاطار تحديدا ايه اللي كان ايجابي، ايه اللي لاحظته في الحديث عن صغار او دعم الشباب والمشاريع الصغيره والمتوسطه ايضا اللي عليها برضه اهتمام خاص الفتره دي؟ والله النهارده سياده الرئيس كان موجود كل القيادات المعنيه بالصناعات الصغيره المتوسطه، جهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه، وزاره التجاره والصناعه، والسيده وزيره الصناعة، وسياده الرئيس ادى تعليماته بضروره دعم الصناعات الصغيره المتوسطه واعطائها اولويه تامه في الفتره اللي جايه. وقال بالحرف ان دعم الصناعات الصغيره لا يقل اهميه عن دعم الريف. طيب لو ما كانش اهم من دعم الريف الخضر. خليني اسالك استاذ محمد، وحضرتك المشروع بتاعك ايه؟ انا عندي مصنع اقسام نهائيه، يعني تصنيع وتشطيب والتشطيبات النهائيه للبنطلون الجيمي. طيب يعني هل حضرتك كنت رايح الاجتماع بفكر معين، او كان في حاجه كنت حابب توصلها او تسمعها، بما انه في الكثير من الحراك في بورسعيد الفتره دي والفتره اللي جايه، يعني بنتنبأ بحراك اكبر وتفتح اكبر لبورسعيد بشكل خاص، ايه التحدي اللي بيواجهك دلوقتي وكنت رايح بيه، وايه اللي سمعته هناك يحل المشكله دي؟ والله التحدي ان احنا الحمد لله كنا سعداء الحظ ان احنا، انا اخذت مصنع في مجمع 58 مصنع للصناعات الصغيره، واللي كان سلمنا عقود التخصصات، فده كان اول خطوه على طريق النجاح. يعني كلنا اصرار وكلنا عزيمه ان احنا نكون قد التحدي ده، وان نثبت للعالم كله ان احنا سياده الرئيس حط ثقته في شباب، ان شاء الله ان شاء الله يشرف مصر كلها مش بورسعيد بس. بس طبعا انت عارف حضرتك برضه حاله فضائل البلد
وعمليه والصناعه، الصناعه بصفه عامه والملابس الجاهزه بصفه خاصه، دوره راس مالها بطيئه شويه، يعني احيانا الدوره ما بتكتملش ما بين تصنيع وتسويق وتحضير. لكن برضه في تحديات كتير لسه موجوده كنا عايزين نتكلم فيها، لكن سياده الرئيس سبقنا قبل ما نتكلم والله احقاقا للحق اوصى بدعم الصناعات الصغيره، وانه ان 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 ان, إن سياده المحافظ والجهات المعنيه واستاذ الوزراء دول اهميه. بشكرك الفتره اللي جايه استاذ محمد فريد من المستثمرين في بورسعيد.